نعم سيد محمود، هناك بعض الأوراق الأخرى التي تحاول ميليشيا الدعم السريع اللعب بها، وهي قرارات حظر السلع عن مناطق الجيش. لو تضعنا في صورة ربما هذا النوع من التأثير بشكل أو بآخر. نعم، هذا القرار تحديدا قرارات ميليشيا الدعم السريع المتمردة بحظر السلع الاستهلاكية والمنتجات الحيوانية والزراعية من مناطق ميليشيا الدعم السريع إلى المنطقة التي تسيطر عليها القوات المسلحة. في تقديري أن الميليشيا ظلت دمية تحركها الإمارات العربية المتحدة، وظلت دمية تتحرك وفقا لتوجيهات الإمارات العربية المتحدة. بالتالي أن الميليشيا حينما فشلت في الميدان حاولت أن تسيطر على الاقتصاد. أنا أقول أن هذا القرار هو قرار ليس المقصود منه الجيش أو مقصود منه الدولة السودانية، إنما المقصود منه المواطن السوداني. لأن الميليشيا المتمردة حينما اتخذت هذا القرار اتخذت قرارا في أماكن سيطرتها في مناطق دارفور وجزء من مناطق كردفان، منعت تصدير الثروة الحيوانية، ومعروف أن هذه المناطق معروفة بتصدير الضان الحمري، منعت تصدير السمسم وتصدير الفول السوداني والزيوت والمنتجات الهنائية، وبالإضافة للمعادن والذهب. أنا أقول أن الميليشيا أن هذا القرار هو قرار يؤكد هو قرار جائر، أن هذه الميليشيا ظلت تنهب ممتلكات المواطنين ومدخرات المواطنين، جعلت المواطن في ولاية الجزيرة يحصد مشروعه ويحصد إنتاجه الزراعي، وبالتالي صادرت هذا الإنتاج وقامت ببيعه في الأسواق المختلفة. فحينما نقول أن الميليشيا قامت بهذا القرار، هو قرار الغرض منه الضغط على القوات المسلحة، ولكن باطن هذا القرار هو القرار الضغط على المواطن. لأن أولا أن منطقة دارفور ومنطقة كردفان التي تسيطر عليها الميليشيا المتمردة هي منطقة ذات إنتاج حيواني كبير من السمسم ومن الفول السوداني ومن الثروة الحيوانية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، ما هي الدولة التي ستقوم من خلالها الميليشيا تصدير هذه المنتجات؟ بالتأكيد أن المنطقة هذه تجاور تشاد وتجاور إفريقيا الوسطى وتجاور النيجر، وهذه دول ليس لديها ساحل، وهذه دول ليس لديها منفذ للصادرات، وهي تقوم بتصدير صادراتها عبر دول أخرى وعبر السودان تحديدا. لك أن تعلم أخي الكريم أن تشاد تقوم باستيراد جميع يعني ما تحتاجه عبر مطار بورسودان، وأن تشاد تقوم بكل المنتجات التي تستهلك في تشاد، المنتجات الغذائية هي من صنع السودان. بالتالي أن ميليشيا الدعم السريع أن هذا القرار قرار فيه مزايدة سياسية وقرار فيه تضييق على المواطن. بالتالي أن هذه المنتجات لا تملك الميليشيا بورصة، لا تملك الميليشيا أسواق، لا تملك الميليشيا علاقات خارجية، وأن الميليشيا لم يعترف فيها حتى تقوم بالتصدير. هذا أمر أول. أمر آخر، أنا أعتقد أن الميليشيا تعلم أن هذه الفترة المعروفة في السودان هي فترة موسم زراعي وموسم حصاد، إذ قام المواطن السوداني الآن في خلال الحصاد الموسم الزراعي المطري، تم حصاد جميع المنتجات الزراعية، وهذه هي فترة التصدير. إذ كانت الميليشيا كان المواطن السوداني في دارفور في كردفان يقوم بترحيل منتجاته إلى منطقة الدبة في الولاية الشمالية، وبالتالي تصدير أصبحت الدبة سوق اقتصادي كبير جدا، وبالتالي يتم التصدير عبر ميناء السودان إلى الخارج. هذا القرار أنا في تقديري أنه قرار سيجد مواجهة كبيرة جدا. أولا على الدولة السودانية أن تقوم بشكوى الميليشيا المتمردة وتجديد شكواها في المؤسسات الدولية باعتبار أن هذا انتهاك لحقوق المواطن السوداني. أمر آخر، أن الهدف من هذا المشروع هو نهب هذه الممتلكات. يا أخي الكريم، هذه الميليشيا ما دخلت في منطقة وما ولجت إلى مدينة إلا وقامت بنهب جميع الممتلكات، فكيف يثق المواطن السوداني لأن يبيع له منتجاته الزراعية أو يبيع له منتجاته الحيوانية أو يثق في أسواقه؟ أنا أعتقد أن هذا هو أمر قاسي جدا، وأمر يشبه سلوك الميليشيا المتمردة. أمر آخر، أتبعت الميليشيا المتمردة صبيحة هذا اليوم قرار الصادرات بمنع من يسمون بالتيار الإسلامي أو الحركة الإسلامية أو عضوية المؤتمر الوطني، بمنعهم على البيع والشراء ودخول هذه الأسواق. وأيضا هذا انتهاك آخر لحقوق الإنسان. يعني كيف لك أن تصنف تاجر هذا إسلامي وهذا يساري وغيره؟ نعم سيد هيثم. أمر آخر مهم، أنا أقول أن الميليشيا الآن هي في أضعف حالاتها. أعتقد أن الدعم المادي قل، عساكر الميليشيا وجنودها في كل المواقع يشتكون من عدم وصول رواتب لأكثر من 6 أشهر، بالتالي يخططون لدخول المدن، وعند دخولهم لأي مدينة يقومون بعمليات نهب. نعم وعمليات سلب واسعة، فشلوا في عمليات السلب، فشلوا في التقدم، وبالتالي أصدروا هذا القرار لمزيد من المزايدات حتى يقوم المواطن بدفع أتاوات ودفع جزية، بالتالي تمر منتجاته إلى مناطق السودان المختلفة.
مختلفة عبر شمال السودان وعبر مناطق نهر النيل والشمالية. شكرا جزيلا لك سيد هيثم محمود، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني، كنت معي في هذه الفقرة من برنامج في المنتصف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.